نروح لمراية الحاضر. الحاضر. هنحقق لك أمنيتك هنا. الله. صورة ليك تخيلية برضو. آه. وانت بتستضيف مصطفى. قل لي أكتر سؤال نفسك تسأله لمصطفى هو قدامك. أكتر سؤال ممكن أسأله لمصطفى. مصطفى حواره صعب. على فكرة مش سهل. إنه مصطفى هو عنده نظامه. شخصيته. وعنده شخصيته وعنده بروجرامه. بس هو ممكن السؤال هسأله، أنت إزاي تحملت الضغوط الرهيبة اللي كانت موجودة عليك في موضوع الربط بينك وبين أبوك، وأنا راجل بتاع مشاكل وبتاع أزمات، فإزاي تحمل ده كله؟ وحسأله، ولو أني سألته بس أحب السؤال ده الإجابة تبقى للناس كلها. ماتش فاينل إفريقيا أول مرة قدام الوداد المغربي، لما كان أول ماتش في حياته لعبه إفريقي وقدام 100,000 متفرج الاستاد على اخره، ازاي قدر يتحمل كل هذه الضغوط ويطلع نجم المباراه الاول؟ دول سؤالين مهمين عايز اسالهم له بطريقتي، واخد منهم اسئله تانية واجابات عشان اعرف ارتب عليها واركب عليها اسئله. لو جات له فرصه احتراف الفتره اللي جايه توافق؟ هو مصطفى عشق الدوري الانجليزي وحابب يلعب في الدوري الانجليزي وامله يلعب في الدوري الانجليزي يعني. بس هو مصطفى عنده مشكلة كبيرة. مصطفى أهلاوي عنيف يعني، مصطفى بيحب النادي الأهلي بجنون يعني. فأنا حتى أتخيل لو جات له الفرصة في نادي كبير ومحترم والنادي الأهلي هيقول له أنا متمسك بيك، مع أنه ده حلم عمره يعني، ممكن أنا مش متأكد بس ممكن يضحي عشان يفضل في النادي الأهلي. أنا حياتي كلها كانت شريط كده قدامي عايز أقولك تحقق بالكامل باستثناء الاحتراف، فانا وانجلترا في الدوري الانجليزي، فانا حابب انه يحترف في الدوري الانجليزي ويكرر تجربه صلاح وتجربه مرموش مثلا في الدوري الالماني وكده. انت يا كابتن بتشجع ريال مدريد بشكل جنوني. اه بحب ريال مدريد جدا. طب لو جاله هو بقى عقد، او افترضنا يعني عقد ببرشلونه، هتوافق؟ اشيله على كتفي واوديه. انا قلت قبل كده انا ما كنتش اعرف نادي برشلونه بجد، وانا صغير ما كنتش اعرف نادي برشلونه. كنت أعرف ريال مدريد لأنه جه زمان مصر ولعب في مصر، فارتبطت بخنته وبوشكاش ودي ستيفانو والأسماء العظيمة دي. فأنا ما كنتش أعرف، أنا عرفت برشلونة متأخر شوية، فكنت خلاص ارتبطت بريال مدريد. لكن برشلونة حد يطول طبعاً.